اخويا جاوب من سكوتك ترجمت كل نايباتي، يعني باكر اغفى بالبر واجمع ايتامي بعباتي. ما اقدر انا عالهضيمه وضيعتي عيالي، خافي تتركني بمصيبه ما الي والي، خافي تسالني يتيمه وراسك قبالي، شلون اوصل الرمح عم الرمح عالي، عم الرمح تحكي ليا تحكي ليا. آه راس ابويا من جرح ليا، آه ارد نزله من الرموح تحكي ليا. آه راس ابويا من جرح ليا، آه ارد نزله من الرموح. أمي قالت لي بالشماتة مقتلك، أمي قالت لي كربلاء. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال، عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال، إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقنا عسال، فإذا استقبلتك تسأل عنا من لؤي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقايال، وما ظني يخفى على نزار الحال، نادي ما بينها بني الموت هبوا قد تناهى ابنكم حداد صقال، هذه جردكم صدرنا عوارين جزء منها معارف وقذال، تلك أشياخكم على الأرض صرعايا لم يبل الشفاه منها الزلال، غسلتها دماؤها يا قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال، ونساء ونساء عودتموها المقاصير، يا ركبنا النياق وهي هزا يا
يا لو هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحايا يا لو أمست اليوم واليتامى عليها يا لقوم تصدقوا الأذى يا لو أي تصدق الوادم علينا عطايا الخلق كلها من دينا يا عطايا الخلق كلها يا من ديانا يا ما خايب اي والله ما خايب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنة يروح ويجينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. غدا أيها الأخوة الأول من شهر صفر، وفي الأول من شهر صفر مناسبة جليلة، مناسبة عظيمة حصلت في الأول من صفر سنة 121 للهجرة أيام الحكم الأموي، وبالذات في خلافة هشام بن عبد الملك. حصلت في أول صفر، ألا وهي استشهاد الشهيد العظيم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، زيد الشهيد، زيد ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هذا الشهيد العظيم الشهيد الكبير الذي استشهد ثم نبشوا قبره وأخرجوا جثمانه وفصلوا رأسه عن بدنه، أرسلوا بالرأس إلى الشام إلى الخليفة، والجسد صلبوه وبقي مصلوبا 4 سنوات. بعد 4 سنوات أنزلوا جثمانه وأشعلوا فيه النار حتى صار رمادا، ثم ذروا رماده في الهواء حتى لا يبقى له أثر. اليوم أيها الأخوة لعل بعضكم رايح اليوم في الطريق بين الحلة والكوفة مقام زيد، المكان اللي صلب فيه زيد، هذا المكان اليوم موجود يسموه مقام زيد بن علي بالعراق ويزار، وكثير من الناس ربما الآلاف من الناس يرحون لزيارته رضوان الله تعالى عليه. الآن ما هي قصة زيد؟ أنا أود هذه الليلة أذكر لكم قضية هذا الرجل البطل، هذول شهداء الفضيلة، هذول اللي كانت عندهم مصارع الكرام، واحدهم زيد سلام الله عليه. زيد أيها الأخوة كان فقيه ابن الإمام زين العابدين، إذا قلنا زيد كان فقيه هذا لا غرابة في ذلك، نشأ في بيت الإمام ابن الإمام زين العابدين وكان يحبه ويعظمه، ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث، وهذا الحديث اللي أنا أذكره لكم أيها الأخوة ذاكر أبو الفرج الأصفهاني الأموي في كتابه مقاتل الطالبيين، اللي يحب يشوف
يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رسول الله عليكم السلام قال لولده الحسين، الإمام الحسين ذاك اليوم يعني جد زيد، ذاك اليوم الإمام الحسين طفل صغير لأن رسول الله استشهد والحسين له 6 سنوات ربما، ذاك اليوم رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الحسين يقول له بني أنت واحد من ولدك يقال له زيد يستشهد ويصلب، فإذا كان يوم القيامة دخل هو وأصحابه الجنة بغير حساب، دخلوا الجنة بغير حساب. وأمير المؤمنين، أول أحب أبين لك مقام زيد، أمير المؤمنين في طريقه إلى صفين وقف صلى، صلى جماعة بأصحابه ثم بكى، فلما أتم صلاته قالوا له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال هنا يصلب واحد من أولادي يقال له زيد، وذكر مقامه. ويوم آخر في مجلس الإمام زين العابدين، زيد كان صغير، دخل على أبيه زين العابدين فتعثر ووقع على وجهه، كبى على وجهه، فقام إليه زين العابدين وضمه إليه. هذه كلها الأحاديث أيها الأخوة يذكرها يعني غير مصادرنا، إحنا مصادرنا تذكر وغير مصادرنا مصادر الآخرين أيضا، منهم أبو الفرج الإصفهاني الأموي في مقاتل الطالبين، يقول حمله زين العابدين ومسح وجهه وبكى كثيرا، قال أرجو ألا تكون المصلوب في كناسة الكوفة، يعني كأنه يقول هذا هو المصلوب في كناسة الكوفة. زيد أيها الأخوة كان في المدينة ويعرفه أهل المدينة ويعظمون. واحد يروي من أهل المدينة يقول ما رأيت زيد بن علي إلا ورأيت أسارير النور في وجهه، وكان يلقب في المدينة على كثرة العلماء والفقهاء والذرية، هذا زيد بالذات كان يلقب بحليف القرآن، حليف القرآن، صديق القرآن، لكثرة ما كان يقرأ القرآن ليلا ونهارا، يحفظ القرآن ويقرأ القرآن، سمي بحليف القرآن. زيد أيها الأخوة راح إلى الشام في عمل له عند شغل، اضطر أن يدخل على هشام، هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي، فوجد عنده هشام طبيب نصراني ذكر عنده رسول الله فسب النبي صلى الله عليه وآله، وذولا ما كانوا يتحاشون من سب النبي أو سب أهل بيته. لما سمع زيد هذا الطبيب النصراني بمحضر الخليفة يسب النبي قال له يا هشام أيسب عندك رسول الله وأنت ترضى أنت تسكت؟ فصاح به هشام قال وما لك أنت، اطلع من المجلس، طرده. ثم قال له بلغني أنك تطلب الخلافة، قال وأنت تطلب الخلافة لنفسك؟ بلغني أنك تطلب الخلافة وأنت ابن أمة، أنت أمك أمة جارية مو حرة، شلون تطلب الخلافة؟ فقال زيد شوف يا هشام إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الحاجات، يعني إذا كان واحد رجل وعنده همة عنده غرض عنده حاجة شي خصك بأمه حرة ولا مو حرة ولا عربية ولا مو عربية، إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الحاجات، يعني ما قال له لا أنا ما أطلب الخلافة،
لا أكد. قال لي وين كانت أمي؟ أما ثم قال له ألم تكن أم رسول الله صلى الله عليه وآله أما أم النبي؟ يقصد منه؟ يقصد سارة، هاجر، هاجر زوجة إبراهيم الخليل اللي منها إسماعيل، وإسماعيل جد النبي. طيب هذه جارية مكان ولدها نبي، شنو العيب يعني؟ شنو الإشكال؟ المهم تكون طاهرة نقية. على كل حال خرج، خرج من الشام اجى الى الكوفة. لما وصل الى الكوفة تعلق به اهل الكوفة، تعلق به اهل الكوفة، قالوا له ما نخليك تروح، انت مسؤول امام الله، احنا عندنا 100,000 سيف نقاتل بين يديك. طيب يعني هذول الأئمة، الإمام الحسين سلام الله عليه، زيد وغير زيد، يعني كان موقفهم حرج. الآن هذول أهل الكوفة لما يقولوا له عندك 100,000 سيف يقاتلون بين يديك، شي يسوي؟ يرفض ولا يستجيب؟ إن رفض أسقط عن نفسه تكليف شرعي، تكليف. هذا أنت الزعيم، أنت الكبير، أنت إمام الناس، أنت القدوة، 100,000 واحد يقاتلون بين يديك، وعش تبي؟ لازم تنهض، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، لازم تقف في وجه الحاكم الجائر، في وجه الظلم والظالمين، لازم. هذا موقفه الشرعي، واجبه، لا يحق له أن يتكاسل ويتقاعس. طيب وإن استجاب يدري هذول كلامهم مو كلام، يعني راحوا يخذلوه، فكان موقفهم حرج. كذلك زيد موقفه حرج، لكن استجاب لهم، استجاب لهم. والأخبار مال أراسه، تملي رأسه، يعرف أنه هو المصلوب في الكناسة، راح يقتل وينصلب، يسمع، يعرف، سمع من أبيه، من جده، من أهله، ثم ماذا؟ يعيش عيشة الذل والهوان. هذا مثل جد الحسين، يقول إني لا أرى الموت لا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة، هاي الحياة لا أريدها، خلاص خلي أدي واجبه. هو يعرف يقتل، يقتل. ثم ماذا؟ فنهض، بايعه 15,000 واحد من أهل الكوفة، وعين يوم، عين يوم حتى ينهض، وكان شعاره يا منصور أمت، لازم يوم اللي ينهض يصيحون يا منصور أمت فيلتحق به الناس. هو خاف، خاف من بطش بني أمية، وخبره انتشر ووصل إلى الوالي وإلى بني أمية، جهزوا جيش، أجوا صوب الكوفة قبل أن ينهض. فهو خشية على النهضة والثورة قام قبل ذلك بيوم، قبل ذلك أعلن فنهض. وكان قد بقي 9 أشهر في الكوفة، قيل 9 أشهر، قيل أكثر، قيل أقل، فترة، فترة كان في الكوفة. يقول واحد من أهل الكوفة، من الرواة، من الثقات، يقال له أبو قرة، أبو قرة يقول زيد مسك إيدي وخرج بي إلى ظهر الكوفة، بر الكوفة بالصحراء، ثم التفت ليلا في ظلمة الليل، في عتمة الليل، ثم قال يا أبا قرة أتعرف نحن أين؟ تعرف هنا وين؟ قلت له لا والله ما أعرف. قال يا أبا قرة هذا المكان اللي واقف عنده، هذه روضة من رياض الجنة، هذا قبر جدي أمير المؤمنين، ذاك اليوم القبر مخفي، أهل بيته، أولاده، خاصة شيعته يعرفون. أبو قرة واحد من المؤمنين لكن ما يعرف، يقول له هذا قبر أمير المؤمنين.
ثم قال يا أبا قرة إن الله يعلم. شوف اسمع هالجملة، قال يا أبا قرة إن الله يعلم أن زيدا لم يهتك لله حرمة منذ أن عرف يمينه من يساره، يعني منذ أنا طفل صغير ما هتكت لله حرمة، ما ارتكبت ذنب، ما سويت غلط. يقول طلعنا معه بالليل ويده فارغة، أنا عاين أشوف إيده فارغة، فلما صرنا إلى هناك التفت إلي زيد عليكم السلام قال يا أبا قرة أجائع أنت؟ أنت جوعان؟ قلت له إيه والله جوعان. فمد يده فأعطاني كمثرات، كمثرات يعني عرموط، كمثرات تملأ يده كبيرة، قال لي تفضل كل. فأكلتها وإذا بها طعم الجنة. زيد رضوان الله تعالى عليه أعلن ثورته قبل التاريخ المحدد بيوم، نهض فالتحق به قوم مجموعة، والبقية حصرهم الوالي ذاك اليوم عمر بن يوسف الثقفي، حصرهم في مسجد الكوفة، حصر كل من يشتبه به ليكون هذا من جماعة زيد، حصرهم في المسجد ومنعهم من الخروج. فلما نهض نظر زيد شاف عنده 218 واحد، 15,000 واحد بايعوه عنده 218 واحد. قال أين القوم؟ وينهم؟ قالوا له القوم محصورون بالمسجد. قال ليس هذا لهم بعذر. شنو محصورون بالمسجد؟ 10,000، 15,000 واحد محصورين، ليش ما يكسرون الحصار يعني؟ شنو محصورين بالمسجد؟ ثم التفت إلى بعض أصحابه قال لعلهم فعلوها حسينية، يعني يمكن سووها مثلي، سووها معي مثل ما سووا مع الحسين سلام الله عليه. قال أظنهم فعلوها حسينية، لكن ما يهم، هو رجل الشجاع، هو ما يخاف من الموت، هو مثل جد الحسين، هو مثل جد علي بن أبي طالب. أليس جده علي بن أبي طالب يقول والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه؟ نهض بهم هل 218 واحد وقاتل بهم، والجيش الأموي وصل 10,000 فارس مقاتل. فتصور يعني 218 واحد أمام 10,000 واحد ماذا يصنعون؟ لكن مع ذلك قاتلوا وقاتلوا وقاتلوا حتى قتلوا. طلع واحد بين العسكرين من جيش الشام من جماعة بني أمية، طلع واحد وقف بين الصفين يريد يؤذي زيد، يعرف زيد السيوف ما تعوره، الرماح والسهام ما تأذي، اللي يأذي شنو؟ وقف بين الصفين وجعل يشتم فاطمة، فتألم زيد وبكى ثم قال أما من أحد يغضب لرسول الله؟ أما من أحد يغضب لفاطمة؟ أما من أحد يغضب لله؟ فقام منهم واحد من أصحابه قال له أنا يا ابن رسول الله. ثم خرج إلى الرجل هذا اللي يسب قاتله، وكان يركب بغلا، هذا الناصبي الحاقد كان يركب بغل. هذا الرجل هجم عليه وضربه بالسيف فأطار رأسه،
وتدحرج الرأس بين يدي البغل. ثم عاد إلى زيد يقول: لما عدت إليه اعتنقني وقبل ما بين عينيه، قال: والله لقد أدخلت السرور إلى قلب رسول الله، والله لقد سررت الله فوق عرشه. ثم واصل القتال، فلما انتصف الليل أتاه سهم أصاب جبهته، السهم دخل جبهته فوقع وضعف وقتل أصحابه وانهاروا، فحملوه ودوه إلى الكوفة وأدخلوه بيت واحد من أصحابهم وجابوا له طبيب. فحضر الطبيب شافه يون من الألم، ألم شديد، قال: يا سيدي أنا أقدر أطلع السهم من رأسك، لكن إذا طلعت السهم تموت، هذا السهم داخل في دماغك، إذا حركت تموت. قال: الموت أهون علي من هذا الألم اللي جاي أعاني، طلع أعيش أموت بيد الله. فأخرج السهم من رأسه فمات، مات زيد رضوان الله تعالى عليه. طيب القصة انتهت؟ لا، ما انتهت. قاموا بالليل أصحاب الشيعة المؤمنون ذاك اليوم، أكو نهر يسموه نهر العباسية إلى الآن موجود، أوقفوا الماء، خلوا ساتر، أوقفوا الماء ثم حفروا في النهر ودفنوه في النهر، وأعادوا عليه التراب والمي، أسالوا الماء. ليش؟ لأنهم يعلمون أن بني أمية وجماعة بني أمية راحوا ينبشون قبره، يطلعون جثمانه، راحوا يفصلون راسه عن بدنه، فأخفوا قبره. في اليوم الثاني أجي الوالي دخل الكوفة، صار يعتقل هذا ويضرب هذا ويعذب ذاك، صار يضربهم يعذبهم، اعتقلهم آذاهم، حتى اعترف له واحد منهم قال له: إيه زيد مدفون فلان مكان. فأجوا أوقفوا الماء أيضا، نبشوا قبر، أخرجوا جثمان زيد، فصلوا رأسه عن بدنه، أرسلوا برأسه إلى الشام إلى هشام بن عبد الملك، والجثمان صلبوه على جذع نخلة. وين؟ في كناسة الكوفة. وبقي 4 سنوات مصلوب، 4 سنوات. ولكن الشيء الغريب أن البدن، الإنسان الميت لما يموت يتعفن يوم يومين يتعفن، لكن هذا زيد بن الإمام زين العابدين 4 سنوات بدنه طري، وكان عاري، صالبين عاري، مصلوب عاريا، فنزلت لحمة بطنه كرشة، لحمة بطنه نزلت على عورته تستر عورته، وبقي على هذه الحال طريا 4 سنوات. وكان الناس يمرون من عنده يشمون منه رائحة المسك والعنبر. هذا الكلام يا الأخوة مو الشيعة كاتبي وبس، شوف مصادر العامة، كل من يكتب عن زيد يذكر هالقضية. طيب بعد 4 سنوات الوالي كتب إلى الخليفة، الخليفة الحين هشام راح إلى الدرك الأسفل من النار، صار بعد منه الوليد بن يزيد بن عبد الملك، كتب إلى الخليفة قال له: هذا تحول إلى فضيحة لنا زيد، يجون الناس يتبركون بالجذع النخلة اللي هو مصلوب عليها، إذا واحد مريض يجي ياخذ شفاءه من جذع نخلة زيد، أرباب الحاجات المرضى جاي يتوسلون بجثمان زيد المصلوب. فكتب له الخليفة، كتب رسالة إلى الوالي، شو يقول له؟ يقول له: انظر عجل أهل العراق،
أكو عجل السامري؟ يقول انظر عجل أهل العراق فأنزله وأشعل فيه النار وذر رماده. وبالفعل كان هناك يوم احتفال عظيم، أجوا بني أمية وجماعتهم وأنزلوا جثمان زيد وأشعلوا فيه النار وانتظروا إلى أن احترق وصار رمادا. وضعوا الرماد، جمعوا الرماد، خلوه في غرشة في قارورة، وقعدوا في السفينة. السفينة تتحرك بقوة، ماسكين القارورة هذه اللي فيها رماد زيد، والرماد يتطاير في الهواء حتى ذروا رماده في الهواء. يعني تصور خايفين حتى من رماد بدن زيد، مو خايفين من قبره وبس، منه وبس، من جسده وبس، خايفين حتى من رماده. هذا العلم، هذا العلم، قف هكذا في علو أيها العلم، فإننا بك بعد الله نعتصم. هذا اللي يرعبهم. اليوم بعد 1000 سنة وأكثر، وين قبورهم؟ أين آثارهم؟ بني أمية تعرف قبورهم؟ ترى ما عندهم قبور، ما عندهم قبور، لا قبور ولا آثار ولا ولا ولا. لكن روح شوف زيد بن علي، روح شوف الإمام الحسين، روح شوف مرقد أمير المؤمنين، شوف العتبات الطاهرة المقدسة كيف رفع الله شأنها. هذه خلاصة قصة زيد أيها الأخوة الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بعد ذلك بعض الشيعة انفصلوا عن الإمامية وصاروا يدعون إمامة زيد، فصاروا الشيعة الزيدية. اليوم الشيعة 3 طوائف، الإسماعيلية هم كانوا أكثر، كانوا ربما 10 طوائف، لكن يسموهم طوائف بائدة، اضمحلوا وراحوا. اليوم الشيعة 3 طوائف، الزيدية والإسماعيلية والإمامية، وهم نحن. قالوا بإمامة زيد، التبس عليهم الأمر. ليش؟ لأنهم قالوا، اعتقدوا هكذا أن الإمام لازم يقوم بالسيف، فمن بعد الإمام زين العابدين قالوا بإمامة زيد، ثم يحيى بن زيد أيضا ابن يحيى شهيد، وهكذا في أولاده. أما نحن فإحنا واثقين أن زيد كان يرى إمامة أخيه الإمام الباقر. نعم الإمام الباقر نهى، أجا استشار الإمام الباقر سلام الله عليه، والإمام الباقر نهى لكن ما منع، قال له أنت، إحنا نعرف أنت المصلوب في كناسة الكوفة فلا تروح. قال له أنا أرى تكليف الشرعي أستجيب لهؤلاء الناس، الآن بعد أدائي للتكليف الشرعي أعيش أموت بدل مثل واحد شايب مثلا يعني كبير السن عليل مريض، يقولوا له لا تروح للحج ترى تموت. فالجواب شي يقول؟ يقول أنا مستطيع ولازم أروح، لازم أؤدي تكليف الشرعي، الآن أعيش ولا أموت هذا الأمر مو لي، بيد الله عز وجل. هو يرى أنه يؤدي تكليفه وراح وأدى تكليفه. أنا أقول هذا الكلام ليش أيها الأخوة؟ لأني أسمع بعض الأحيان بعض الناس من عندنا يعني يسبون زيد، يسب زيد، هذا رمز من رموزنا، هذا ابن الإمام زين العابدين، أخو الإمام الباقر، ليش توجه للسباب؟ يلعن زيد، يلعن زيد بعضهم. ليش؟ يقول ليش هذا خالف أمر الإمام الباقر؟ فاللي يخالف أمر الإمام الباقر هذا عليه كذا وكذا. لا هو ما خالف أمر الإمام الباقر، بدليل أن الإمام الباقر بكى عليه، يترحم عليه،
الإمام زين العابدين وهو صغير يبكي عليه، إذا واحد ملعون مستحق غضب الله الإمام يبكي عليه. الإمام الصادق يذكره ويبكي عليه. لازم نكون منتبهين، لا نخوض فيما لا نعلم، وإذا واحد يخوض فيما لا يعلم قل له أنت لا تعلم، لا تخوض فيما لا تعلم. هذول رموزنا، احنا نقتدي بهم بشجاعتهم ببطولهم قيمهم أخلاقهم نبلهم شرفهم. نعم بكى عليه زين العابدين وهو حي طفل، ومن حقه أب والد يدري هذا ولده راح يقتل ويصلب، ويوم اللي صلبوه ما كان كبير عمره 42 سنة. أقول له سيدي يا زين العابدين يا ابن رسول الله، أنت ما رأيت اللي جرى على ولدك وتبكي عليه، لكن أنت رأيت أخاك علي الأكبر قطعوه بالسيوف إرباً إرباً. سيدي أنت نظرت إلى أبيك الحسين عار اللباس قطيع الرأس منخمد الأنفاس في جندل كالجمر مضطرمي، شكثر شفت مصايب يا ابن رسول الله. سامع جنابك سامع أبو حمزة الثماني، هذه مقولة أبي حمزة مو مقولة الإمام. البعض يقول زين العابدين قال القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، لا الإمام زين العابدين ما قال، أبو حمزة يقول له يا ابن رسول الله شكثر تبكي، القتل لكم عادة، يعني هل كثر قتلوا منكم إلى أن صار القتل فيكم طبيعي عادي عادة؟ القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة، أنتم أكرمكم الله بالشهادة، ما فيكم واحد يموت حتف أنفه على فراشه، لا أنتم شهداء الفضيلة، عندكم مصارع الكرام شهداء. القتل لكم عادة كرامتكم من الله الشهادة، فليش تبكي يا ابن رسول الله؟ الإمام قال له بلسان حاله، قال له شكر الله سعيك يا أبا حمزة، مشكور بارك الله فيك، جاي تسليني تقول لي القتل لنا عادة كرامتنا من الله الشهادة، صحيح، لكن يا أبا حمزة وهل سبي النساء لنا عادة؟ كلما نظرت إلى عماتي وأخواتي تذكرت ما جرى عليهن في السبي. في حديث آخر يقول وكان الحبل في عنقي. تعذرني يا ابن رسول الله، والله أنا هذا الكلام أستحي أقوله إلا في هذه الأيام. يقول وكان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا، إذا تنفس منا متنفس أو بكى منا باك قرع راسه بالسياط. ولما أرادوا الخروج بهن من كربلاء بالإمام وبعائلته قلنا بالله عليكم إلا ما مررتم بنا على مصارع قتلانا، فمروا بهن على تلك الأجساد الطاهرة والجثث الزواكي، فلطمنا الخدود وصحنا باكيات النادبات. أرادت زينب أن تلقي بنفسها على مصرع أخيها، قال لها زين العابدين عم ودعي أخاك وأنت على ظهر الناقة، إذا ألقيت بنفسك فمن ذا الذي يركبك وأنا عليل مريض، ودعيه وأنت على ظهر الناقة. صاحت صاحت يا وادي كربلاء يا علاك مشينا يا
بلي غسل وكفايان خلنا ولينا غصبا علي سافرت غصبا علي سافرت يا مهجة عشايا يا حسين يا الماضاياك من قبل الذبح ما فارقت جسمك عالثرى يا أبا عبد الله فارقت جسمك عالثرى يا والراس ويايا فوق الرمح مشهور يا برال الضعينة لو خيروني يا عزيز بقيت وياك أجلس على قبرك يا نور العين وانعى لكن لو ظليت من يبرى اليتامى يا إلو طوح الحاد وحدايا بهذا الضعيف آيا خويا لا تقول ما عندك مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ما يا شي يا حسين قوة أيد أشوف الزجر بي الزوة يا ساطع لامتوني يا تلوى يا الله عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله ربي وأتوب إليه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا الله. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا فرج همومنا اشف مرضانا اشف أمراضنا المرضى المنظورين من عليهم بالشفاء والعافية اجعل عواقب أمورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا.
تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات خاصة من مضى من أهل هذه الحسينية. اللهم ابعث إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات. جاوب من سكوتك ترجمت كل نايباتي، يعني باكر اغفى بالبر واجمع ايتامي بعباتي، ما اقدر انا عالهضيمه وضيعتي عيالي، خافي تتركني بمصيبة ما إلي والي، خافي تسألني يتيمة وراسك قبالي، شلون أوصل الرمح عم الرمح عالي، عم الرمح تحكي ليا تحكي ليا، آه راس أبويا من جرح زلايا، أرد نزلة من الرمح تحكي ليا، آه راس أبويا من جرح زلايا، آه أرد نزلة من الرمح.